جدو، قول يا دور. ممكن تقوم تتمشى شوية كده؟ شوية كده قد ايه يعني؟ شوية كده نتمشى هنا في الأوضة أو نتمشى برا في الكوريدور، حبة مش كتير. الحقيقة أنا مرتاح شوية على السرير، وبحاول منزلش من على السرير على قد ما أقدر. بس مش هتفضل كده كتير يا جدو. أوعدك يا حبيبتي، يومين ثلاثة بإذن الله. يس، فيري جود. خلي غادة تاخد درة ويخرجوا، عايز أتكلم معاك شوية. ممكن ناخد ماما ونخرج 5 دقايق بس عشان جدو عايز يقول لبابا حاجة سهلة. وكمان عايز 5 دقايق بس يا حبيبتي. هشغلك الاس تي الارم. ليك يا ماما. ايه الفلاشة دي بابا؟ عايزك تحطها جوه عينيك، ما تخليش الداتا اللي فيها ما تخليهاش تبان على اي اجهزه. محدش يا ابني ضامن حاجه اليومين دول. طب انا محتاج افهم. دي فيها كل تفاصيل شغلنا مع الشركات والمؤسسات والبنوك اللي بره مصر. من هنا ورايح يا ابني انت اللي هتشتغل معاهم مش انا. ايه يا بابا؟ اسمع الكلام، اسمع الكلام يا ابني، ما عادش فيه وقت. انا حتى لو ربنا كتب لي الشفاء وخرجت المستشفى مش هيبقى عندي طقطان للشغل. ان شاء الله يومين ثلاثه بالكثير وتبقى بره وزي الفل. ان شاء الله. بس هو في موضوع تاني كنت عايزك اتكلم معاك فيه. اتفضل. فاكر السنتين الزباله اللي اتحبست فيهم في قضية أرض راس شيطان؟ أكيد. مراد بيومي بعت ورايا واحد علشان يصفيني جوه السجن، وفعلا كان ممكن ينجح ويعملها لولا سيد بركات. مين سيد بركات ده؟ سيد بركات ده ولد كان محبوس جوه السجن واخد 24 سنة، قتل واحد. بس دي مش شغلته الأساسية. هو كلفتي، حرامي بتاع أي مصلحة، أي حاجة تلاقيه رشيق فيها حتى لو كانت خناقة. المهم لولاه كان زمني مقتول جوه السجن. طب وحضرتك بتقولي الكلام ده ليه بابا؟ المرة دي يا ابني أنا مش عارف أقعد في المستشفى قد إيه ولا حتى هخرج منها ازاي. ما تقولش كده، كلها يومين ثلاثة كتير، ان شاء الله تبقى بينا باذن الله. محدش يكره يا ابني، بس عايزك تخلي سيد بركات قدام عينيك وتحت رعايتك، بس من بعيد لبعيد، فاهم؟ حتى لو وقع في مصيبة صدر له اكبر محاميين، ولو لا قدر الله دخل السجن ها خليه يعيش جوه السجن ملك، فاهم يعني ايه؟ طب ممكن علشان خاطري ما تجيش نفسك، كلها يومين ثلاثة وتبقى بينا إن شاء الله. من فضلك ما تفكرش في الحاجات الوحشة دي خالص، خليك إيجابي على قد ما تقدر. الموضوع ده مفيد جدا في العلاج، أرجوك. هي دي عربية الأمريكان يا باشا. اطلع على اسمه وانا هخليني وراه، ولو رجع على مكانه تاني مش هيبقى محتاج اكتر من المناوبين هناك. لو في حاجة حصلت اكيد هيبلغونا. انت تحب العفر؟ هو في حد ما يحبش العكر يا رز باشا؟
يا بنت اسمه رضا باشا. رضا باشا هي معناها كده عندنا. بس انا رضا بقى عاجبني حلو كده وبيرن. هذا عطر انا بنعمله تركيب ملوش تمن فلوس، هدايا بس. الله ذوقك حلو قوي يا رضا باشا، ده اكنه من الجنة. شم كده يا سلم. انت بتشممي مين؟ ده يشم شكمان فسيخ بصل ناوليني كده. الموضوع تمام تمام. يلا بينا يا اولاد. شفت بقى جبتهولك ازاي؟ قول لا بقى. وانا اقدر اقول لا بنت امك بالصحيح. اعمل ايه من عشر الام وهي امي برضو من يوم ما اتولدت؟ ربنا يبارك لها. وكله بالكلام عشان كل ما يتشوق يتلوى. هات العطر بقى. بس كده حاضر من عينيا. اتفضلي. يلا يلا. أنا قلت أخبط عليك خبطتين بشويش علشان لو نايم ما تقلقش. ما تبصش اللي نام نام واللي علا واللي شايفني ومش عاجبه يوريني نفسه. ما عندكش حاجة يتقعد عليها إلا السرير. ممكن تقعدي هنا؟ السرير أريح. خلاص بشوقك. الكيف مناولة يا معلم مش كده؟ هو أنت عارف إن خاطرك عندي كبير قوي؟ أكبر من أي حد من الناس دي. الله يسترك. أنت زعلان مني علشان عملت لك مشكلة مع أمريكاني؟ لا. خد يا عم، شكلها صعبان عليك قوي. أنت بخيل ولا إيه؟ هو أنت هتقابل الراجل اللي كنا معاه النهارده ده تاني؟ أنه راجل؟ اللي اداك العطر. هو ده بقى اللي مزعلك؟ لا أنا مش زعلان، أنا بسأل بس. يعني مش فارقة معاك؟ أمال إيه؟ تعبت من السواقة ومش عايز تروح مشاوير تاني؟ يا ستي لا، هو سؤال وخلاص. انت عايز ايه يا سيدك؟ انا مش عايز حاجة، ملياش دعوة. لو ملكش ما كنتش سألتك. انا بس يعني مش عايز يسرسبك معاه في الشغلانة دي اكتر من كده. انت هربتني ليه؟ عشان انت صح ونفسي تفضلي صح. صح منين بقى؟ ده احنا كلنا هنا شمال، حتى اكل عيشنا كله شمال. اديك قلت اهو.
فلما نلاقي حاجة يمين بقى ما نصدق ونشعبط فيها. يمكن يمكن تشفع لنا بعد كده. هو أنا فادي في حاجة؟ في واحد مستني ساعتك بره اسمه مفتح بيكم يا فندم. مفتح الكومية؟ ده جالنا قبل كده هنا؟ أول مرة يا فندم، بس بيقولوا إن والد زميل عمر بيه في الاسم. وده عايز إيه؟ مش راضي يقول السبب يا فندم، وكمان مش واخد معانا. طب بص، أنا دماغي مش رايقة دلوقتي. خليه كده قاعد شوية، وأنا أول ما أفضى هقول لك يخش النايم. أوامر يا فندم. يلا بالسلامة. فكرة الورشة دي حلوة قوي، بس 10 أيام مش كفاية. شوري اللي عاملها عارف إنها كفاية، يا إلا ما كانش وافق عليهم، ولا هو حد مش معروف. بالعكس يا دنيا، ده معروف بزيادة. يبقى فيس يا مان، مستني إيه؟ مش مستني حاجة، بس ما تيجي معايا يا دنيا. اجي معاك فين بس يا خالد؟ انا لو سافرت هشيل السفريه كلها، هتبقى على حسابي، انما انت واخدها منحه. يعني يا بختك يا عم. هعزمك انا، ما تشيليش حمل اي حاجه. الورك شوبس اللي زي دي مش بتحصل غير بره، قليل قوي لما تيجي مصر، ودي فرصه. الكليه عزماني وانا هعزمك. تعزمني على ايه؟ على التاكت ولا البوكيت ماني ولا الشوبينج ولا كل حاجة؟ كل حاجة، مفيش مشكلة. انت بتتكلم بجد؟ امال بهزر. ايوه يعني، بس مش لوجيك. بالعكس، لوجيك جدا. عادي، انا ممكن اسافر اي حتة واعزم واحد صاحبي معايا، او هو يسافر ويعزمني. بيس. انت بتتكلم كأننا طالعين للعين السخنة، هنحضر حفلة منير وهنرجع. دي 10 أيام ولندن. لا، 12، بيومين السفر والرجوع. وبعدين المبدأ واحد، دي رحلة ودي رحلة. اوكي، بس ممكن اطلب حاجة؟ ايه؟ ارد عليك بكرة. اوكي، بكرة. هو كده الموضوع ببساطة، لا أكتر ولا أقل. محدش يدخل دلوك. اتفضل يا باشا. يعني القصد يا سلطان باشا، إن محدش مننا ولاده مش غاليين عليه. وكل ما بنشوفهم بيكبروا قدام عينينا، وبيحققوا الأحلام اللي كنا بنحلمها عشانهم، غلاوتهم بتزيد. طبعا احنا شقينا في تربيتهم. بس غير مؤاخذه يعني، ما ينفعش اقول لجنابك، ما ينفعش ان اقول لك خليك مطرحي، ما ينفعش. لان كل واحد برضه له حساباته وله دماغه اللي بيها بنفهم انه وافق على تصرفات ولاده وعياله. بس يا باشا اسمح لي، يعني برضو الواحد قلبه ما يجبوش لو شاف ان ابن التاني مستقبله يضيع ويقف كده يتفرج. سلطان باشا، العشم ما قطوعش، وانا بفهم وميز واقدر كويس قوي الشخصيات الكبيره اللي زي ما عليك كده. بالك لو انت جاي تشفع لابنك اللي انت اصلا معرفتش تربيه ولا تعرفه دنيته ايه ولا دينه ايه، كنت قبلت. لكن انت جاي تعرض علي حاجه مسخه، مسخه زيك وزي كلامك. وانا في ايدي دلوقتي اخليك تخرج بره الباب ده وتذبح الكليب. ليه؟ كفارة لكل الكلام الماسخ اللي انت قلته. روح ربي ولدك الأول وعلمه كيه يبقى راجل، وتعالى اتكلم معايا. اتفضل. اتفضل. حاضر حاضر. ربي ولدك كيه الرجالة.
اقفل الباب وراك.